السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ والتلميذات، واصل بإذن الله الدرس 40، الحصة الثانية، وحدات قياس الحجوم، المتر المكعب وأجزاؤه. نذكر ما تعلمناه في الحصة الأولى. قلنا أن المتر المكعب هو الوحدة الأساسية لقياس الحجم، أجزاؤه الديسيمتر المكعب، السنتيمتر المكعب، المليمتر المكعب. الديسيمتر المكعب فهو حجم مكعب طول حرفه 1 ديسيمتر، والسنتيمتر المكعب أيضا هو حجم مكعب طول حرفه 1 سنتيمتر، أيضا المليمتر المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 مليمتر، أيضا المتر المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 متر. جدول التحويلات، إذن المتر المكعب، الديسيمتر المكعب، السنتيمتر المكعب، المليمتر المكعب. نقوم بتقسيم كل خانة إلى 3 أقسام كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، وحدات، عشرات، مئات، وحدات، عشرات، مئات إلى آخره. فهذا الجدول يساعدنا على إجراء تحويلات تتعلق بقياس الحجوم. إذن للقيام بتحويل من وحدة إلى أخرى نستعين بهذا الجدول. إذن نصحح الأنشطة التي أنجزتموها في بيوتكم. إذن نأخذ النشاط 7 ألف، إذن 27 ديسيمتر مكعب، حولها إلى المتر المكعب. تذكروا أعزائي التلاميذ والتلميذات دائما رقم الوحدات، رقم الوحدات في الوحدة المناسبة. إذن ف27 ديسيمتر مكعب، نكتب العدد 7 في وحدات الديسيمتر المكعب. إذن 7 هنا، ثم العدد 2 في عشرات الديسيمتر المكعب. إذن نحول إلى المتر المكعب بإضافة الأصفار نحو اليسار. نقف دائما عند الوحدات. تذكروا جيدا، إذا اتجهنا نحو اليمين نقف عند الوحدات، وإذا اتجهنا نحو اليسار نقف عند الوحدات. ثم نضع الفاصلة هنا. نعم، إذن 0.027 0.027 إذن نضع هذه القيمة هنا، ثم نحول إلى السنتيمتر المكعب. إذن دائما نستعمل المعطى 27 ديسيمتر مكعب. لماذا لا نستعمل هذه القيمة؟ ربما قد ارتكب خطأ ما، و يعني لا يمكنني أن
أن أرتكب خطأين في آن واحد، وبالتالي دائما نستعين بالمعطيات. من 27 ديسيمتر مكعب نحولها إلى السنتيمتر المكعب، نضيف الأصفار لأن نجد 27,000. نقف عند خانة الوحدات، نجد 27,000. ثمانية سنتيمتر مكعب فاصلة 13، إذا نضع 8 في خانة السنتيمتر المكعب، ثم فاصلة هنا 13، نعم، نحول إلى الديسيمتر المكعب. نقف عند الوحدات مع وضع الفاصلة، نعم نزيل الفاصلة الأولى، وبالتالي 8 سنتيمتر مكعب فاصلة 13 تساوي 0 ديسيمتر مكعب فاصلة 0.0813، 0.0813. نضع هذه الصيغة هنا، نحول إلى المتر المكعب، أيضا نضيف الأصفار ونقف عند خانة وحدات المتر المكعب، نجد 0.0 هنا، نجد 0 متر مكعب فاصلة 0.0000813، إذن 60,000 مليمتر مكعب نحولها إلى سنتيمتر مكعب. إذن نعلم أن سنتيمتر مكعب يساوي 1000 مليمتر مكعب، إذن فتحويل من المليمتر مكعب إلى سنتيمتر مكعب نقسم على 1000، إذن 60,000 قسمة 1000، إذن نجد 60، إذن نستعمل الحساب الذهني، إذن 60 نتأكد بواسطة الجدول، إذن 60 سنتيمتر مكعب، إذن تساوي 60,000، إذن نضيف أصفار، نعم،
ستون سنتيمتر مكعب تساوي ستون ألفا أو ستون ألف مليمتر مكعب. ستون سنتيمتر مكعب تساوي صفر فاصلة صفر ستة أو صفر ديسيمتر مكعب فاصلة صفر ستة. نضع الأصفار ونقف عند خانة الوحدات، إذا نجد صفر فاصلة صفر ستة. أربعة متر مكعب فاصلة ثمانية عشر فاصلة ثمانية عشر حولها إلى الديسيمتر مكعب، إذا نضيف صفرا مع إزالة الفاصلة، لن نجد أربعة آلاف ومئة وثمانون. أربعة آلاف ومئة وثمانون. أربعة آلاف ومئة وثمانون نحولها إلى سنتيمتر مكعب، نضيف ثلاثة أصفار نجد أربعة ملايين ومئة وثمانون ألفا. أربعة ملايين ومئة وثمانون ألفا. من هذا ما يتعلق بالنشاط السابع. ننتقل إلى النشاط الثامن، إذن رتب تزايديا الحجوم التالية: ألف 78 ألف سنتيمتر مكعب، 6816 ديسيمتر مكعب، 5 متر مكعب فاصلة 9. إذن لتحويل أو عفوا لترتيب هذه الحجوم، تذكروا أعزائي التلاميذ لا بد من تجانس الوحدات، بمعنى يجب أن نجانس هذه الوحدات، معناه يجب أن نحتفظ إما بالسنتيمتر المكعب، أي نحول الديسيمتر المكعب والمتر المكعب إلى السنتيمتر المكعب، أو نحتفظ بالديسيمتر المكعب ونحول السنتيمتر المكعب والمتر المكعب إلى ديسيمتر المكعب، أو نحتفظ بالمتر المكعب ونحول السنتيمتر المكعب والديسيمتر المكعب إلى المتر المكعب. لن نستعين بجدول القياس لنحتفظ بالسنتيمتر المكعب، إذا نحول الديسيمتر المكعب والمتر المكعب إلى السنتيمتر المكعب. إذن ف 6816
ديسيمتر مكعب تساوي